السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل.com. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: استمرار المظاهرات والاعتصامات في محافظة البصرة بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها العراقيون. وفي عنواننا الثاني: إصرار كبير في ساحة الاعتصام والمظاهرات في المحافظات الوسطى والجنوبية على المضي بمظاهراتهم حتى تحقيق المطالب. في العنوان الثالث: الواقع الصحي والمأساوي في العراق يكشف حقائق وواقع المرضى الذين يعانون الإهمال الحكومي المتعمد. وفي عنواننا الرابع: تلوث المياه وملوحتها يكشف معاناة العراقيين وانعدام الخدمات في العراق. أهلا بكم. أهازيج المتظاهرين في البصرة تظهر مدى غضب الجماهير ورغبتهم القوية في إدامة زخم المظاهرات. دعونا نشاهد. نتابع أيضا من محافظة البصرة: مواطن يحمل شهادة الماجستير يعتصم مع أطفاله في المحافظة بعد عجزه عن إيجاد وظيفة تعيل عائلته. فنشاهد. ونتابع أيضا المعتصمون في محافظة البصرة يرددون أناشيد في حب الوطن. ننتقل هذه المرة إلى محافظة أخرى وهي محافظة المثنى. استمعوا معي الآن مشاهدينا الكرام إلى صوت هذه الطفلة العراقية
وما الذي قالته في ساحة اعتصام المثنى؟ فنشاهد. كشفت واقع. قصيدة ثورية في اعتصام الناصرية تعبر عن غضب الجماهير والإرادة القوية التي يحملها المتظاهرون في التظاهر والاعتصام. أقول صار سنين ساكت أخرس بلا صوت، صار سنين ساكت أخرس بلا صوت. انهض يا شعب واكسر جدار الخوف، انهض وانتفض وتحزم عساميا، باقوك الظهر ما باقى عندك طوف. صار سنين ساكت اخرس بلا صوت، انهض يا شعب واكسر جدار الخوف، انهض وانتفض وتحزم عزاميا، باقوك الظهر ما باقى عندك طوف. حط ايدك بدي انثور عالطغيان، وانكسر الكراسي بصيتنا المعروف، ما نسكت بعد للعظم وصلت حيل، يراد ان فزعه وبيها قطع جفوف. افا وين النشام الهور فيكم صاح، افا وين النشام الهور فيكم صاح، نشف نهر الفرات وباقوا المشعوف. انهض يا شعب واكسر جدار الخوف، اجت ساعة الثورة على السياسيين، نسحلهم سحل وبعينك بتشوف. احنا الزام كلفة وما نهاب الموت، بالشدة وعلي بالشدة وعلي ننقلب كنا سيوف، لكن الصعاب بوقت خيل ونار ودفنا نحاربك يا وطن. طبعا نعود لنقول مرة أخرى مشاهدينا الكرام، هناك دعوات كثيرة وجهت إلى من لا يزالون يجلسون في منازلهم من العراقيين في الداخل العراقي أقصد، وحتى في الخارج. هؤلاء الذين يحتاج منهم الوطن ويحتاج منهم المتظاهرون إلى الخروج للدعم والمؤازرة. هناك أصوات كثيرة خرجت تطالب بمزيد من التوافد من المتظاهرين أو للمتظاهرين من قبل المواطنين. هناك جلوس في المنازل شوه ربما بعضا من هذه المظاهرات، أظهرها بصورة سيئة بسبب قلة الأعداد. يحتاج المتظاهرون إلى مزيد من هذه الأعداد، وقد وجهت هذه الدعوات مرارا وتكرارا وتتوجه وما زالت تتوجه إلى من لا يزال يجلس في منزله. ننتقل إلى موضوع هو أساس هذه المظاهرات، هي واحدة من الأسباب التي دعت إلى خروج المتظاهرين. حال المستشفيات والواقع الصحي في العراق. حال مريض في مستشفى ابن البيطار، وهو شخص أجريت له عملية قسطرة، وخلال العملية تم انقطاع التيار الكهربائي وتم تأجيل العملية لثلاثة أسابيع. فنشاهد. عليكم. طبعا عندنا حالة اليوم صارت بمستشفى ابن البيطار التخصصي، عندنا حالة عملية قسطرة، وصارت العمليات من 10 بالوحدة ونص طلعوا للنص وطفت الكهرباء، والعالم كلها أجلوها، والعالم نصها فاتحين صدورهم نص العمليات وطلعوهم، ما كملوا طوا موعد ورا ثلاثة أسابيع، وهاي خلي قدامكم وشوفوا الحالة. وردنا نصور جوا، ظلمة مهندس كل شيء ماكو، حتى التليفون ما يقدر يصور إنه ظلمة جوا. الله يكون بعونك. هاي المستشفى التخصصي مال مارفل ابن البيطار. ابن البيطار. نبقى في الواقع الصحي. طبعا العراق بلد المليارات،
يحتوي على هذه المقدرات وهذه الخيرات التي تجعله واحدا من أغنى بلدان العالم. وطبعا بسبب التطور والحداثة وهذا التهكم نتابع مع حضراتكم حال المرضى في ظل الأحزاب الإسلامية وقيادة وزيرة الصحة عديل حمود. هذا المقطع من منطقة الأمن الداخلي في محافظة البصرة. شوف هذا المريض وعبي من ناقلينه عديل حمود وزيرة الصحة. شوف هذا المريض بمن ناقلينه بعد الإسعاف الفوري مالنا. ويلي يا ربي يحوس المريض يحوس. ننتقل من الواقع الصحي إلى الواقع الخدمي. نتابع مشاهدينا الكرام شكل المياه التي تصل إلى المواطنين في منطقة الحيانية في محافظة البصرة. يا مسكين سدي سدي بيا الماطور لا بيك ماي ما عندنا ماي والله ندمرنا هذا ماينا الخايس شو نسوي أمنا لله. هلأ 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 نعم قم قل له صب 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 ونبقى مع هذا الواقع المأساوي. نشاهد مع حضراتكم الآن مياه الإسالة في منطقة الإبراضعية. انظروا إلى مقدار الملح في هذا الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شوفوا هذا الماء مع منطقة الإبراضعية باع الملح. شوفوا شلون ينزل الماء يعني إلى ما تصل العالم هيك. ونتابع الآن مضخات محطات المياه على نهر الفرات التي تغذي معظم مناطقه الجنوبية متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة ولا توجد صيانة أو أعمال للمضخات أو إعمال أيضا. فنشاهد. طبعا السلام عليكم. السلام عليكم. هاي جاي تشوفون أقوالكم هاي طبعا مضخات من نوع غطاس طبعا هذا من 2-4-6 تقريبا منك سبعة ثمانية تسعة. هذا الغطاس يشتغل على مولد وقيمته 300 مليون. طبعا عندنا كلين عاطلات الغطاس هذا بمولد يعني مولد ديزل. شوفوا الاهمال اللي عند وزارة الري يا اخي مولد هسه حتى ابو الامبيرية من تقوم الماكينة مالته هم يجسدها. تشوفونهم دولا تشوفونهم اوكي لولا هذا ذاك الشط. طبعا انا ما اقدر تصوير كامل بس احنا جايين من هذا اي فدني. هاي قيمتها 300 مليون. هاي اللي تقوم يذبونها لا حد يصلحها لا حد فتشي لا حد يراجع عليها لا حد فلك الاسود. وين وزارة الري هاي مناطق الجنوبية محافظات الجنوب ليش ما يوصلها ماي من هذا الاهمال. بإيجاز مشاهدين الكرام، منذ أن دخل الاحتلال الأمريكي للعراق وحتى هذه اللحظة أعطيت الكثير من الوعود من قبل السياسيين أو من تسلموا المناصب المهمة في الدولة. على هذه الفترة 15 عاما حكمت بها شخصيات مختلفة ربما من نفس الحزب ألا وهو حزب الدعوة، ولكن تعددت الوجوه. نفس الوعود التي أعطيت للمجتمع بإنهاضه وجعله من قمم المجتمعات الموجودة في المنطقة أو في العالم. الآن هذا العراق يتذيل ترتيب كل التصنيفات الدولية المتعلقة إن كان بالأمان، المتعلقة إن كان بالوضع الاقتصادي، بالواقع الخدمي، بالواقع الصحي، بالتعليمي وغيرها. تذيل العراق الآن كل المؤشرات، تذيل العراق الآن كل القوائم، دخل إلى بؤرة من الفساد وبؤرة من الانحطاط والانهيار على كافة المجالات. يعني هذه إشارات تعطى إلى هذا المجتمع أنه بعد 15 عاماً من هذا الظلم ومن هذا القهر ومن هذا الدمار الذي يشهده العراقيون، إلى متى ستبقون ساكتين؟ إلى متى سيبقى من في منزله الآن متفرج على ما يحدث الآن في العراق؟ نراكم بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اغتيل الشاب المتظاهر عقيل جندل في العمارة
هذا الشاب شارك بالتظاهرات المنددة بفساد علي دواي في المحافظة وكشف ملفات فساد المحافظ. عمليات التصفية للمتظاهرين متواصلة ما بين سجن وتعهد وتصفية وقتل واغتيال. ونتابع أيضا عدد من جرحى اعتصام الهوير يصلون إلى المستشفيات في محافظة البصرة بعد إطلاق النار من قبل القوى الضاربة بناحية الهوير. فلنشاهد. هذه صورة الشاب الذي اغتيل. طبعا موضوع اغتيال المتظاهرين والمعتصمين والترصد لهم والتربص لهم هذا موضوع ليس جديد، موضوع متجدد حدث في كل المظاهرات التي سبقت ويستمر بالحدوث يوما بعد آخر. هذه صورة مصاب بسبب اعتداء القوات الحكومية. طبعا ليست فقط القوات الحكومية هي من يعتدي، حتى الميليشيات الموالية المساندة الداعمة لهذه القوات الحكومية تقف دائما بالضد من كل متظاهر، بل وتقمع بوسائل وطرق ربما قد تكون أسوأ مما تقوم به القوات الحكومية. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذه الصور والأخبار. علاء يقول احنا قتلنا واحنا كلتنا حنموت، بس اكو فرق بين الاستشهاد وبين الموت العادي، الله يرحم البطل. في تعليق آخر رفيق يقول الله ينتقم من عندهم، هذا اللي يحكي الحق ينقتل، الله يرحمه برحمته الواسعة. وأيضا ودق يعني ودق الزهراء تقول الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، حسبنا الله ونعم الوكيل، بدت التصفيات بالشباب الله ينتقم منهم. توأم روحي تقول أو يقول الله أكبر، وين الإعلام من هذا اللي قاعد يصير بالشعب؟ نحن موجودون ولكن أين الإعلام الآخر؟ محسن السعداوي يقول كلش عادي لأن الحكومة مشترية ضمير الجيش والشرطة والسلام. وفي آخر التعليقات رافد العطية يقول عادي إنجازات حزب الدعوة. باختصار شديد اختصر أراضي هذا الموضوع، اختصر ما يحدث في العراق بإنجازات حزب الدعوة. هذه الإنجازات التي تفاخرت بها شخصيات تسلمت مناصب في الدولة من حزب الدعوة كنوري المالكي ومن جاء معه بحزبه دولة القانون أو حيدر العبادي ومن جاء معه أيضا من حزب الدعوة يتفاخرون بإنجازاتهم التي نراها الآن بهذه التعليقات التي علق بها المشاركون. نراكم بعد قليل. واسمنا لهذا اليوم هو مظاهرات الجنوب. دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام التغريدات التي جاءت على تويتر. غادة تقول جوع، انعدام الأمان، الطائفية، الجهل، المعممين، ميليشيات، سلاح، أزبال الشوارع، مشاريع وهمية، حمايتكم، مناصبكم، رواتبكم، انعدام التعليم والمدارس، مستشفيات مستهلكة، كهرباء، داعش، هذا كله وتريدون الشعب يصفق لكم مثلا؟ في تغريدة أخرى مكي نزال يقول اهتفوا لمت جوالاتك من ريدك لو تطلع لو نقطع ايدك. هذا الكلام للسياسي. في تغريدة أخرى زيد يقول عندما الإنجليز انتهكوا حرمة الوطن هب عليهم شعلان والقبائل والشرفاء لطرد الإنجليز من البلاد فطردهم، فهل يا ترى من سيحذو حذو شعلان ويطرد الأحزاب التي شفطت أموال العراق؟ مع علامة استفهام. وفي آخر التغريدات صلاح يقول الأحزاب السياسية الحاكمة الفاسدة هدفها حرف المظاهرات من هدفها الحقيقي تحسين الخدمات والقضاء على الفساد إلى مواجهة عسكرية مع القوات الأمنية وجعلها فوضى. هكذا يرى البعض أن هناك هذه الطرق التي تتعامل بها الحكومة مع المتظاهرين، جرهم إلى عنف من أجل أن يكون هناك مبرر لقمعهم أكثر من القمع الذي يحدث حاليا. نراكم بعد قليل.
أهلا بكم من جديد. شباب العراق واجهوا المصاعب طوال هذه السنين التي مضت ومنذ تأسيس هذه الدولة العراقية الحديثة وقبل ذلك وقبلها وقبلها. دائما شباب العراق يواجهون المصاعب ويتحدون ظروف الحياة القاسية مهما قست عليهم. دعونا نشاهد. وطبعا بما أنه مشاهدينا الكرام المشكلة الآن في العراق والمظاهرات التي خرجت جزء منها يطالب بالخدمات، دعونا نعرفكم لمن لا يعرف عن مشكلة الكهرباء المستمرة في العراق. شنو بشر احنا؟ احنا وين عايشين؟ هذا مو بلد بلد الخير، هذا مو بلد النفط. الى متى؟ شعب تعبنا، والله تعبنا. وفي الختام شكرا جزيلا لطيب المتابعه والى اللقاء.